الخميس معكم درابني جي سي واليوم هنحكي عن اخبار الالعاب. هلا بالخميس. هلا ما عرفناها الغنية. شو ما نسمي الشو اكتبوا لنا بالكومنت. صدرت فيديوهات ترويجية كتير لكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 بفرجوا اكتر المزايا رح يكونوا موجودين بقلب هاللعبة، واهم ميزة رح تكون كول اوف ديوتي باتل رويال مود اللي رح تكون موجودة فيها. صراحة اول ما سمعت بهالميزة قرفت، بس بعد شوية تفكير لقيت انه مش غلط الشركات يجربوا يعطوا نكهة لمود مشهورة، وحسب لعبتهم يعني بكول اوف ديوتي باتل رويال مود رح نلاقي كتير امور مش موجودة غير محل. يعني معقول نلاقي اشخاص عم بينطوا على حبال من السقف، وكمان معقول نلاقي دروعة كبيرة يتخبى وراها بيحموك من الرصاص، واكيد كتير مزايا بيخلوها لهالباتل رويال مود تكون عن جد كول اوف ديوتي. فلكل محبين هاللعبة جاي يكون مفاجأة حلوة، وان شاء الله تتوفقوا فيها، وحتصدر ب 12 اكتوبر 2018. انا لله وانا اليه راجعون، بمزيد من الاسى واللوعة ننعي اليكم فقيدتنا الغالية البي اس فيتا التي سقطت بعد اعلان شركة سوني انهم لن يكملوا باصدار اقراص العاب اليها بعد شهر مارس 2018. نتقبل التعازي في اقرب مكب زبالة، لانه اصلا مين كان قارية؟ وعن جد بتكون توقفوا اصدار اقراص العاب؟ يعني اذا بدك لعبة جديدة عليها بدك تعملها داونلود على البي اس فيتا يلي بعد 2 سيف بتكون فولت الميموري كارد؟ رست ان بيس. شو هيدي؟ ستوكر 2. اوكي شو بنعرف عنها؟ هيدي اوكي. ستوكر 2 2021. شو اذا بجيب لك خبر حيطلع لك هيك خبريه. ريتش 2 بتسطيل. شوفوا الفيديو الترويجي بفرجونا فيه قديه هاللعبه مجنونه، محطوطه بعالم بيشبه الماد ماكس مع عشائر مقسمة ومعهم أسلحة متطورة وسيارات وعمالقة وما في قوانين، وإز ببلش تقوص ومنشوف مطاردات بالسيارات وتفقيش عالم بقلب عالم مفتوح، وحتى في RPG ودبل جامبس ومعارك طاحنة آليات كبار قريبت بفجر الدنيا. تصدر 2019. آخ بيوترني هالموضوع. Lord of the Rings مسلسل كل ما أحكي عنه بتوتر، لأنه The Hobbit قطعنا لهم إياه كرمال الثلاث الأول، بس اذا خربتوها بهالمسلسل رح تتركوا لنا ذكرى بشعه من هالسلسله. على كل حال بهالمسلسل في اصدقاءات عم بتقول انه التركيز رح يكون على اراغورن ولي عرش ايزلدور هو وصغير، وتخبرنا قصته من بدايته المتواضعه لحتى الاحداث اللي صاروا بلورد اوف ذا رينجز. هالسلسله ماضين عليها اصدار 5 سيزونز منها، واول سيزون رح تكلف 500 مليون دولار. وات ذا فاك، يعني ما عم بيوفروا الشباب، وهالشيء بيطمن شوي صغيره. ابيك جيمز اعلنوا انه راح يعطوا 100 مليون دولار امريكي لكل الجوائز للدوريات راح تصير بلعبه فورتنايت خلال موسم 2018 2019، وانا راح العب فورتنايت. وبس ما اعلنوا كيف راح تكون تقسيمه الجوائز، او اذا راح يصير دوري واحد كبير او دوريات صغار او دوريات صغار وكبار، واكيد راح نعرف اكثر خلال الاسابيع القادمه. نزل فورتنايت عنا ما هي تمام. دائما كنا نشوف ماسكات وكنترولرز للمصابين باعاقه جسديه ليقدروا يلعبوا العاب الكترونيه، بس كانوا هالماسكات مخصصين لكل نوع اعاقه. يعني في ماسكات للي ما عندهم ايدين بينفخوا بانابيب يحركوا شخصياتهم، وفي ماسكات بالاجرين، وفي ماسكات بيخلوك تتحكم بايد وحده، ودائما بيكونوا محددين بس لاعاقه وحده. بس مايكروسوفت قرروا يلاقوا حل جذري للموضوع، فمنعرفكن على المايكروسوفت ادابتيف كنترولر. هيدي الماسكة فيك توصل فيها فوق ال 100 تعديل لتقدر تلعب اللعبة كيف بدك تلعبها. يعني فيها تكون الماسكة انه بكتفك وبدقنك او بايد واجر او بتنفخ هوا فيها، وكل واحد عنده اعاقة جسدية في يجيب التعديلات يلي بده اياها وبتساعده انه يلعبها. اختراع كتير حلو من مايكروسوفت، نشكرهم عم يهتموا بهيك اشخاص ليقدروا يكونوا عم بيعيشوا حياتهم طبيعية اكتر شوي، ونسهل عليهم الامور الحياتية. شركة A4 Games عم يشتغلوا على لعبة اسمها Metro Exodus يلي من فترة شفنا لها فيديو ترويجي للعب كتير بحمسك عليها، ورح زيح شوي لتشوفوا أوضح وراي. العالم كتير محمس على هاللعبة، وكان لازم تصدر بآخر سنة 2018 كان لازم تصدر بآخر سنة 2018، بس شركة A4 Games ما بدهم يصدروا لعبة مش خالصة أو مش 100% مثل ما بدهم إياها، وهالشي حيخسرهم مصاري ووقت، بس مستعدين يضحوا فيهم لتطلع هاللعبة بين أحلى ألعاب 2019. فكل الاحترام لألهم ولكل الناس اللي ما بيخافوا يأجلوا كرمال يشتغلوا أكتر على المنتج. No Man's Sky
وعصيرة نومان سكاي أعلن أن التحديث للمالتي بلاير رح يصدر بجولاي سنة من بعد ما وعدونا فيه. بعتقد العالم صار فيها طعم بشعة بتمه من بعد كل اللي صار، ولو عملته مثل A4 Games وأجلته شوي كانت اللعبة طلعت أحسن وكان العالم عنده الحماس أكتر عليها. فتعلموا من أغلاطكم يا حبيبي، يعني عم بحكي عنها بقرف للعبة بدل ما أكون محمس عليها. ما كانت مجمدة الصورة. Overwatch رح تدخل على بيوتنا مرة تانية، بس هالمرة على شكل رصاص للنورف جان. اتفقوا بليزرد مع شركة هازبرو انه يطلقوا سلسلة رصاص لأسلحة النورف جانز تبعهم، بس مش حيالة نورف جانز. هول النورف جانز عندهم دقة كتير عالية بالتعيين والإصابة وأشبه لأسلحة البينت بول. وOverwatch رح تصير علامتهم لعطبات 2019. وعسيرة Overwatch نزلت تحديث الانيفرساري وصار فيكن تشتروا كل السكنز وكل التياب اللي كانوا موجودين بكل الايفنتات اللي قبل خلال هيدا الحدث. وكمان نزلت خليطة بترا على قلب اللعبة اللي هي داث ماتش، وفيك تلعبها انت واصحابك. الكل يعمل داونلود ويبلش، وما تعتلها اذا ما عندك شرية، لانه مثل ما قلنا مرة الماضي بين 23 و 25 مايو حتكون ببلاش. هالحلقة امتى بتنزل دخلك؟ 24 مايو، عندك بعد نهار. نقدر للإصداءات طلعت عنا، صرحوا جير بوكس سوفتوير انه Borderlands 3 ما راح تبين بـ E3 ولازم ننطر عليها شوية وقت أكتر قبل ما يخبرونا أكتر عنا. بس ليفشور لنا خلقنا شوي، خبرونا انه سلاح النار تبع إيلون ماسك راح يكون موجود باللعبة، فأكيد راح يكون فيها زوايد كتير من هالنوع وأكيد راح تستحق النطرة. The Division 2 راح ينعلن عنا مع كل المزايا بـ E3 2018. بس لهلأ اللي عرفناه عنا للعبة انه عم يشتغلوا على كل نقاط ضعف Division 1، يعني قلة وجود المحتوى فيها للعبة ونهايتها الفاشلة شوي. ووعدوا انه Division 2 راح تاخد كل شيء منيح من Division 1 وتحسن كل شيء سيء كان فيها. حديث سياسي بحسه، بس بالنهاية الموضوع بضرهم اكثر ما بفيدهم اذا ما حسنوا، لانه اكيد عم يشتغلوا على Division 3 حاليا فلازم يحسنوا. مش معروف امتى رح تصدر، بس اكيد قبل مارتش 31 2019. بلشت الضجة على لعبة Kingdom Hearts 3 تعلى، وكل ما تعلى كل ما نسمع أخبار حلوة عنها. النقاد عم بيقولوا هيدا أحلى مدينة ملاهي عملته ديزني، أكيد قصدين بعالم الألعاب، لأنه وقت تدخل على اللعبة دايما في شي عم يلفت لك انتباهك ودايما في شي عم بحمسك تكمل. وأهم إضافة على اللعبة هي طريقة القتال اللي مغيرة كتير من الألعاب السابقة. يعني قبل كنت خلال القتال بس تكبس اكس 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 اكس، بس هلا صار عندك كومبوز وعندك قدره تحول سلاحك لغير سلاح وعندك ضربات خارقه وضربات مميزه. فلكل عشاق هالسلسله Kingdom Hearts 3 راح تكون احلى لعبه من هالسلسله، وللمجربه اكيد بنصحك فيها. على كل حال كما كنت دراب ني جي سي، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالحلقه، اعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان لحقونا على صفحات التواصل الاجتماعي تبعنا فيسبوك تويتر ديسكورد انستغرام، وكمان فيكن تشوفوا صفحتي هون وكمان فيديو وكمان اوكي. لا هيدي كانت مرة الماضي.